اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اسرار شرق اوسطية. لاول مرة الصينيون يؤكدون من طرفهم ان احتمال الانزلاق الى حرب عالمية ثالثة في حال عزل قوة مثل القوة النووية الروسية ومثل هذه القوة وعزلها قد تساوي انزلاق العالم الى حرب. إذن هذه مقدمة أولى لا تكتمل إلا مع قول زيلينسكي رئيس أوكرانيا إن فشل المفاوضات سيدفع مباشرة للعالم يعني المزيد من التوتر العسكري نحو حرب عالمية ثالثة. الأمر أيضا بالنسبة لإسرائيل في آخر تقييماتها، وأيضا البنتاغون عندما يعتبر على أن الوضع قد يندفع نحو حافة الهلاك المزدوج. إذن أمامنا أكثر من تعبير يخيف. لماذا تحديدا الصين؟ نبدأ بها لسبب رئيس، لأن الهدف الأساسي من الاحتواء هي الصين، وهذا معروف. هذه استراتيجية لبايدن، وقبلها كان يرغب أساسا ترامب في أن يكون حليفا نوعيا أو متواطئا مع روسيا من أجل الصين. إذا اللعبة كلها والهدف كله هي القوة الثانية. الذي يخيف أمريكا ليست القوة العسكرية وهذا ما نفذته ضد روسيا، القوة الاقتصادية، فتريد أن تستعيد عافيتها الاقتصادية، لأن كلما تحكمت في الاقتصاد تحكمت في مستقبل العالم وتحكمت في التكنولوجيا وفي تصنيعها وفي أبعادها. على أي فالأمر واضح، وهذه استراتيجيات لأكثر من 155 بحثا موجهة نحو الصين، والصين تعلم أيضا ما هو موقعها من الأجندة الأمريكية. لكن إن كان الأمر اليوم قد يدعو في نظر الصين إلى عدم خنق روسيا، فنفس الأمر أحدثه وفيما قبل كوريا الشمالية. لا يمكن أن تتحول روسيا إلى كوريا الشمالية، هذا مستبعد، لأن مثل ذلك قد يضع العالم أمام دقيقتين أو ثلاث وينتهي العالم إلى جحيم. إذا تدمير العالم هناك احتمال كبير، إما أن يصل العالم إلى تفاهم انطلاقا من أوكرانيا أمام هذه البؤرة، وانطلاقا أيضا من توازن حقيقي يمارسه الآن الصينيون باحترام الوحدة الترابية لأوكرانيا واحترام هذه الدولة، وثانيا الضمانات الأمنية وعدم توسع الناتو شرقا نحو روسيا. إذن المعادلة يجب أن تكون بحماية الأوكرانيين والروس. لكن إن كان إلى حدود اللحظة إن كان وزير الخارجية الصيني لا يعترف إلى حدود هذه اللحظة بأن ما تعانيه اليوم أوكرانيا حربا بل عملية عسكرية كما يرغب الروسي في قولها، فإن سفيره وبعد إخراج جميع الدروع البشرية، الآن الموقف الصيني سيظهر أكثر وضوحا لسبب واحد، لأن آخر الصيني سحب وأجلي من أوكرانيا. تخيلوا عندما يقول السفير الصيني في أوكرانيا هو الأكبر سنا ويحكي أن مثل هذه الحرب لم توجد في التاريخ، ليس فقط لأنه هو يرى مثل هذا الوضع، بل أبوه أيضا الذي لا يفقه الكثير وعنده 80 سنة كما يحكي، ورغم ذلك يتتبع الوضع، لأن مثل هذه الحرب قد تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة. الأمر يتعلق بأبناء الجيل المتقدم والجيل أيضا الذي لم يشهد مثيلا له. هذه الحرب مختلفة تتجاوز في شراستها كل الحروب، لا أحد يغطيها بهذه الجرأة لسبب بسيط جدا، لأن ما يجري الآن ليس تدمير جروزني وحده، وإنما تدمير كل مدينة بعد العاصمة الاقتصادية العاصمة الثقافية وهكذا. فأوكرانيا تدمر مدينة مدينة.
هنا يحضر أو تحضر شهادة هذا السفير إلى Global Times. فالصينية اللسان الإنجليزي للحزب الشيوعي الصيني ماذا يقول؟ يقول بأن هذه الحرب التي لا تعترف دولته بأنها حرب وأنها مجرد عملية عسكرية خاصة، هو يراها بمنطوق آخر، أن هذه العملية العسكرية الخاصة تتجاوز الحرب وليس ما دون الحرب، هي تتجاوز الحرب. وهنا لابد من فهم ماذا يقصد الصيني الآن، أن العنف الذي يتعرفه هذه الحرب استثنائي بجميع المقاييس، انطلاقا من اللامعايير. ليس هناك معايير، من خارج المعايير، من خارج احترام المنظمات الدولية، من خارج الانتشار، من خارج أي مراقبة للمجتمع الدولي، لأن لا إمكانية لمراقبة روسيا الآن. إذن هذه نقطة رئيسة للغاية. لذلك فإن هذه الحرب تنبئ على عنف مفتوح، عنف بدون حدود. إذن هذه ملاحظة أولى. تخيلوا لسفير أن يتصل بنائب وزير الخارجية الأوكراني 300 مرة عندما كان الصينيون يقطعون سومي وكأنهم خرجوا من الجحيم إلى الجنة عندما وصلوا إلى لفيف. من سومي الأوكرانية التي تقاتل بشراسة كان هناك أكثر من 300 اتصال. أليس هذا واقع الحال لمعرفة إلى أي حد وصل معه التقطيع، تقطيع المسافة؟ إذن في كل لحظة، إلى درجة أنه منذ اليوم 24 من فبراير يرى على الأقل السفير أنه في الساعة 3 أو 4 صباحا هناك القصف دائما. موظف للسفارة هو الأكثر مزداد في 1997 على حد ما يقول السفير، أجاب عن 1000 مكالمة. توقف مباشرة، توقفت حنجرته وتحشرجت أمام 1000 اتصال في اليوم، لأننا أمام 7000 صيني في أوكرانيا، وكانت شبه درع بشري لأنه في حال مرورها عبر الروس يصبح الوضع كأنه ضغط ضد الصين. وفي نفس الوقت إن الحياد، هذا هو ثمن الحياد دائما، ولو في قناة مثلا لا بد أن تكون مع الغرب أو تكون مع روسيا، أما الحياد ونقل الحقيقة فأيضا هذا هو الثمن. فأكثر من 300 اتصال من أجل المرور عبر سومي. هناك في 3 ساعات كانت كأنك تقطع صراطا نحو جهنم. إن كان هذا تعبير السفير فإن الحرب شرسة إلى أقصى حد. يعني الأوكرانيون يقاتلون بدرجة لا يتخيلها أحد، لم يتخيلها ليس الروسية فقط، وإنما لم يتخيلها الصيني ولم يتخيلها غيره. إذن ما هو ملاحظ الآن؟ أن المدن على أنقاض المقاتلين، وأن هناك شراسة غير متصورة. إن مثل هذه الرؤية التي يقدمها، هو يقول بالحرف هذا ليس فيلما، هذا واقع، نحن عشنا الواقع. إذن واقع شرس، واقع غير قابل للتصديق. منذ أن حرك وزير الخارجية الصيني مسألة الحماية القنصلية لحفظ حياة المواطنين الصينيين في أوكرانيا، وهذا يعيشه السفير. إذن أمر 7000 وجمعهم جميعا، وبعد ذلك الوصول بهم إلى لفيف ودخولهم من دون فيز، من دون تأشيرات، إلى بولندا، إلى غيرها. كل هذه الدول المجاورة قبلت بمرور الصينيين بدون تأشيرات. يعني أن الأمر الآن ليس فقط على صعيد
أوكرانيا وإنما على صعيد المحيط الذي يعيش الحرب أيضا، لأن ليس باللاجئين فقط وإنما بهذه الكثافة من الآلاف. إذن الأمر اليوم أن الصين تعيش أو على الأقل عاش سفيرها وأكثر من 7,000 مواطن، 5,000 أجلوا، كلهم يأخذون ذكريات أن هناك ليس حربا فقط وإنما ما يتجاوز الحرب إلى العملية العسكرية الخاصة التي قد تنتهي بالكيميائي أو النووي. إذن بالنسبة للصيني اليوم، ما كان يفكر فيه بوتين بأنها عملية عسكرية خاصة، أي ما تحت الحرب، اليوم يرونها ما فوق الحرب. إذن هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية أن الصين اليوم بعد خروج آخر مواطنيها، ولو أن حسب تقارير غربية فإن حوالي 1,000 لا يزال الصينيون إلى الآن ليسوا مكتملي الانسحاب، وهذا الذي يعطي للصين اليوم نوع من الحرية والهامش في تقييم الأوضاع، لأن أكثر من 7,000 مواطن صيني كانت على أراضي أوكرانيا، فقد وصعب جدا أن يتحمل الصيني ولو 100، فكيف اليوم 7,000 جرح فيها واحد، رغم أن واقع الأمر أن هناك قتيلين على أقل تقدير. في كل ما يجري، إذن الصين التي تقوم على الحياد هي الآن لا ترغب في مواجهة الغرب. الفرصة مواتية تماما لحسم الصراع مع الغرب ومع الأمريكيين، والروس يندفعون بشكل أكبر. لذلك فالروس رأوا أن قضية تبويب الصين كعدو أول لا يهز من موقعهم وأنهم العدو الأول، وأثبتوا أنهم قادرين على أن يكونوا فعلا ضد مخططات على طول الخط مع أوروبا. لأن واقع الأمر الآن أن أوروبا وعندنا آسيا، عندنا غرب آسيا وعندنا أوروبا، والصين الآن هي القوة الآسيوية الأولى، وعندنا قوة أوروبية تريد أن تؤطر كل ما يجري عبر البحار الثلاث، الأسود، البلطيق، وبحر الشمال. هذه هي روسيا، روسيا التي تريد استعادة موقعها. فأي تحالف ما بين الصين وما بين روسيا يحسم الصراع ضد أمريكا، ولكن بأي ثمن؟ الصين تعرف جيدا أن الثمن مع روسيا يعني نهاية العالم في مرحلة أولى، قد تحمي الصين ولكنها لن تحمي أوروبا، وفي المرحلة الأخرى يعني تضامن وتحالف كل من بكين وموسكو، سنجد أمريكا أيضا ستندفع نحو نهاية العالم وليس فقط الحرب العالمية الثالثة. إذن واقع الحال اليوم أن التاريخ سينتصر للصين أمام حيادها، لأن في حيادها يمكن الوصول إلى طاولة مفاوضات لا تريدها الصين حقيقة، ما بين أوكرانيا وروسيا، إنما ما بين أمريكا وما بين روسيا. وأمريكا وإن لم تظهر في طاولة المفاوضات فإنها هي أوكرانيا. زيلينسكي حاول أن يعطي لنفسه مثل هذه الصيغة تماما، لأن الحرب كانت شرسة ولم يعد هناك خط للرجعة لا لزيلينسكي ولا لبوتين. لذلك فالحرب حول أوكرانيا، ولا أحد يثق في من يطلب من الأوكراني التنازل عن القرم. المسألة لا تتعلق بمناهضة لزيلينسكي والنيونازيين، لأنه يمكن للروس أن يسقطوا زيلينسكي بطريقتهم، ولديهم 1,000 روسي يمكن أن يغتال الآن وليس غدا زيلينسكي قبل 24 فبراير، وكان يمكن اللعب من داخل الأمن في أوكرانيا، وكان هناك أنصار لروسيا، ولكنه هو يريد من زيلينسكي ومن القوميين
أن يوقعوا على تنازل القرن. في تنازل القرن توحد الجميع، لأن الأمر الآن هو في أي حكومة، من سيعوض زيلينسكي، من سيكون مع روسيا، أي أوكرانيا سيعوض زيلينسكي الآن، لن يكون إلا إن وقع على القرم، وإن وقع على تنازل أبدي للقرم أو أن تكون القرم روسيا، فهذا لا يمكن أن يحكم أوكرانيا ببساطة، لا يمكن أن يحكم أوكرانيا ولو ليوم واحد. إذن كل هذه اليوم أصبحت قناعات، لذلك فأوكرانيا اليوم تقاتل من أجل أوروبا كلها، وتقاتل من أجل فصل روسيا عن أوروبا، وأوروبا الآن في شرقها تعرف جيدا أن بالاعتماد على غربها يمكن الوصول إلى وحدة. لذلك فبالنسبة لزيلينسكي المسألة مسألة شهور مع الاتحاد الأوروبي، فالاتحاد الأوروبي لا مناص عنه، يمكن التنازل عن الناتو ولكن لا يمكن أبدا التنازل عن الاتحاد الأوروبي. لذلك فالأمر اليوم هو استعادة أوروبا لدورها. ثاني مسألة، أن قارة بقارة لا يمكن بأي حال صناعة قارة روسية. روسيا تحاول بإمبراطوريتها الجديدة أن تصنع قارة في مقابل القارة الصينية والقارة الأوروبية. نحن نتحدث جيوسياسيا وليس عن الجغرافيا العادية المعروفة. إذن عندما يكون هناك حجم للتأثير، قوة تحميه، أرض ممتدة تمنع الناتو، فإن الأمر هنا بالنسبة للصين هي مع وقف انتشار الناتو، لأنه نفسه الذي لا يمكن أن يكون إلا عبر الباسيفيكي، عبر ناتو آخر قد يسمى أيضا هذه المرة، إن كان الأول حلف الأطلسي في الآخر الحلف الهادي أو الحلف الباسيفيكي، وبدأ مع أستراليا، وبدأ أيضا بين اليابان وأستراليا والهند، فأصبح هناك محاولة لجعل العالم على وجه التحديد مقسما، قسمته أمريكا قبل أن يقسمه الروس، والروس كانوا في رد فعل حقيقة، لأن الوضع اليوم هو وضع نحو توسع باتجاه الناتو باتجاه الشرق، وتوسيع الناتو وتوسيع التحالفات من الباسيفيكي ونقل كلها إلى الحلف. فيريد اليوم الأمريكي أن يكون الحلف الأطلسي حاسما مع روسيا، والحلف الباسيفيكي يتقدم نحو الصين، ولن يخدم هذا الحلف إلا الحلف الهادي أو الباسيفيكي أو ما يسمي بالأندو باسيفيك. وهذا هو التعطير الجديد، التعطير الجديد الذي قال به نائب الرئيس السابق عندما كان يخاطب ويودع في آخر خطاباته آخر فرقة عسكرية. كان واضح الأمر، نقلناه في فيديو ونقلناه صوتا، يتأكد الجميع أن الحلف القادم هو الحلف الهادي، هو الحلف المضاد للصين، هذا أساس. وبالنسبة لتوسع الأطلسي فليس أكثر من خطوة لدعم الحلف الهادي، لأن المهم هو الذهاب بعيدا بين الباسيفيكي وما بين الحلفين معا باتجاه الصين، لأن المهم اليوم هو أن تكون غدا في هذا الإضعاف ستصبح روسيا مقاطعة في النفوذ، مقاطعة صينية، هذا الذي نبأ به أيضا وأخبر به لافروف. لكن المهم هو ألا تبتلع الصين روسيا، لأن في هذه الحالة على وجه التحديد سيكون هناك أفق جديد وصعوبة أخرى. إذن كل ما يجري الآن هو أننا أمام اعتقاد شامل أن التقديرات الحالية هي تقديرات مفتوحة، وهذه التقديرات المفتوحة الآن قد يكون لها ما بعدها. لذلك فالهدف صحيح هو الصين، ولكن الأساس في كل هذه العملية تحويل روسيا إلى مقاطعة لنفوذ الصين، وفي هذه الحالة
سيصبح الأمريكي في مواجهة عدو واحد على أقل تقدير. لذلك فمسألة تمييز روسيا عن الصين ليس ضروريا بعد الآن، لأن أمام العقوبات وأمام الحصار وأمام غير ذلك، فالصين ترى قارتها من كوريا الشمالية وإلى روسيا، هذا واقع الحال، وهي تريد أن تكون محايدة من أجل عدم إخراجها من المنظومة الاقتصادية، أو ينقسم العالم بين اقتصادين، وهذا قد يشكل خطورة أكبر. إما أن يعود العالم كالسابق، العالم السابق كان أيديولوجي عسكري في التقسيم، اليوم فيه عالمان، اليوم هناك عالمان اقتصاديان مختلفان، لكن مع كل ذلك فروسيا الآن ستعود إلى الصين، والصين نفسها هي التي يمكن أن تكون المحاور الأول، وهكذا يمكن ربح عن طريق الأمريكيين، يمكن ربح إضعاف شديد لروسيا، وهكذا يصبح عدوان على الأقل، وهكذا يصبح عدوين على الأقل في خانة عدو واحد، وهذا مهم للغاية بالنسبة لأمريكا، لأن توحيد الجغرافيا السياسية ما بين القارة الأوروبية وما بين الهندو باسيفيكي عموما، هذا هو المحور الذي يعمل عليه الأمريكي من اليابان وعبر الهند، والكل هناك يدور حول الهند، وأي مسؤولية للهند. الهند الآن سياسيا مع طرف وعسكريا مع طرف، وتخلق توازنا غريبا من نوعه على نفس قدر الحياد الآخر الصيني، لكن لا، الأمريكي لا يستطيع أن يجابه الهند والصين دفعة واحدة، لكنه يسعى إلى اختزال القوة الروسية وتضمينها ضمن مخطط الصين كي يوحد العدو، وهذا أهم ما يرغب فيه الآن الأمريكي. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.